فنانة الأجواء صدق راقي. هذا من روح أحمد روح استغفر الله. السلام عليكم أخوان عمر زكي. اليوم رحلتنا من ولاية تكساس الحبيبة إلى كندا. الطريق فوق 22 ساعة الطريق. يس جاهزين هلأ مع العصير على الطريق. فمبدئيا أصدقائي حنروح إلى ميشيغان. نقول بسم الله بس لا راح ينزل ثلج. شنو القصة؟ المطر قوي كل شوية الجو يصير أبرد وكل ريف وجبال وخضاء شي خيالي. أحلى شي كنت داشة قوي أبو المحل قلت له هاي on you ما أدري إيش كان صدق ما يحسب لياها. فهنا أنا إذا تسولف وياه بس تقول تبتسم وياه تقول له هاي عليك مو مثلا شقة يسويها عادي كلش. هذه حرفيا الستوب رقم يمكن 10 كل شوية أوقف هالقد مدى أشرب شغلة. ومغامرتنا هالمرة برعاية هذه السيارة الرهيبة. العادات الجيدة بتخلي الوقت حليفك والعادات السيئة هاي صارت الساعة 3 ما أدري 2:30 بالليل. الأجواء صارت كلش باردة مثل ما أنتم شايفين. حاليا إحنا بين ولاية إنديانا وما بين ولاية اسمها ستي لويس. عذرا هاي العاصمة مال ميزوري اللي هي مزرية اللي هي ستي لويس. هاي من أسوأ المناطق في أمريكا كلها. نسبة الجرائم هنا خطيرة بشكل يعني أكثر شيء جرائم. هذه غرفة اليوم أصدقائي سعرها $80. راح ننام على السريع ونكمل الصبح. فهذه المنطقة أصدقائي هي أخطر مكان في أمريكا. كذلك هذه المنطقة اللي اسمها منفس. هاي أصدقائي نمت يمكن 5 ساعات وسقعدت على مود الفطور مع أنه فطور بسيط. وأصبحنا وأصبح الملك لله حاليا 7 ساعات ونوصل إلى أفضل مطاعم ميشيغان العراقية إن شاء الله. يا سلام ترك الأحلام للي يحبون يخيمون بأي مكان بالعالم. يا سلام بيته فوقه هي ترك هالقدوته ويطلع ويصعد أي مكان. فولاية جديدة ولاية انديانا واعتقد هذه التفويلة الثالثة على هذا الطريق. وقت اهم شيء على الطريق ما شاء الله اكو كميه مساجد عملاقه. فبس بميشيغان هنا المطاعم رهيبه والكباب صدق يعني كل شيء تحس روحك انت بالعراق. يعني البابا غنوج هذه المقبلات هذه نفسها مال العراق كل شيء كانما بالعراق. واهم شيء اكيد فقره الشاي لازم. عاشت ايدك تامرني على راس. بالنسبة للي يحب يعرف السعر هذا كله كان $65. يعني ترى بالعراق ايش قد ممكن يطلع هيك اكل. ما شاء الله الجو ولا غلطة. طبعا هسه تسألوني ليش اخذت سيارة امك؟ لان هاي اقدر ادخل بها الكندا لان الرقم باسم والدتي. واصبحنا واصبح الملك لله الطريق الى كندا. فهذا أصدقائي هو الجسر الفاصل ما بين أمريكا وكندا. هسه دقائق راح نصير إن شاء الله كندا لأول مرة. فهذه تعتبر بالنسبة لي دولة جديدة أضيفة للقائمة. هنا أنا وحدات القياس تختلف هواي شغلات تختلف. اللغة أيضا الثانية اللي مو عندنا بأمريكا المكسيكية تقريبا اللغة الثانية ولو هو ماكم لغة محددة رسمية بأمريكا للعلم. فهنا أنا الفرنسية هي اللغة الثانية. وأكيد أصدقائي بهاي الرحلة دنجرب هواي مطاعم أشكال وألوان مثل ما أنت تجرب
تجرب المدينة، تجرب مطاعمها، تجرب فنادقها، تجرب كل شيء، ودا نشوف طبيعة الناس وطبيعة الشوارع. تجربة جيدة، واي شغلات مختلفة عن أمريكا صراحة. ما شاء الله المناطق، الشوارع، البيوت، المدارس، الناس، كل شيء عجبني. النظام، نظافة الشوارع، التبليط، ماكو حفر إلى آخره. ولكن كندا يعني دائما ثلوج وباردة وأجواء كآبة ومملة، هذا والله أعلم. وإحنا حاليا جايين بأفضل موسم للعلم، وأنا حاجز مثل هذا البيت تقريبا هيجي شيء، المفروض غرفة كاملة لنا أو البيت كله، ما أعرف صراحة. هذا هو صاحب البيت، عنده بيت ثاني، هو تشاينيزي طبعا. هنا تشاينيز طلعوا مثل ما بأمريكا ما شاء الله أذكياء جدا، مليونيرية، فراح ياخذنا على بيت الثاني. قال لي براند نيو تعال، هذول يكونون ما شاء الله أذكياء كلش. فالظاهر عنده بيتين كله من وراء بزنس تأجير الاير بي ام بي، مثل الاير بي ام بي يعني، عرفتوا. فهذا هو البيت أصدقائي، طلعت غرفة صغيرونة هنا بهذا البيت العملاق المليان غرف، طلع حتى بيقست أنا عبالي بحدنا وهيك شيء. المهم الليلة $80. فهذا هو البيت أصدقائي، إحنا بالطابق الثاني. هذه هي الغرفة مالتنا، غرفة متواضعة عادية. فللعلم أكثر ناس يحبون الفلوس، يعني تقولون عبالك سبحان الله مخلوقين أعوذ بالله من أجل الفلوس ويعشقون الفلوس، هم هذول التشاينيز الفيتنام هيك، بحيث عندهم طرق وفيكات كلش هواية هواية من عندهم، صاروا مليونيرية يعني أكثرهم. حتى إذا تبحثون بأمريكا شنو أكثر مليونيرية، يطلع لك أعتقد بالرقم واحد هم هذول الأيجن هنا بأمريكا، يسموهم الأيجن اللي هم الآسيويين. 25% منهم مليونيرية هنا بأمريكا هم آسيويين. هذا البيت أصدقائي سعره تقريبا $2 مليون. أنا أسعار البيوت جنونية، هيجي بيت عملاق ويخبل بتكساس يعني $500,000 بمنطقة كلش حلوة وراقية، يعني $500,000 وهي منطقة كلش مرتبة. هنا تقريبا $2 مليون، وهنا عند غرفة أكبر سعرها يمكن $150. ما شاء الله هنا الأجواء صدق راقية. هذا من أعمل بين منو هذا؟ هذا ايش يسوي؟ شكله عربي مبين، رانج روفر وما ادري ايش. Get out from my way. و هذا شبيه الظاهر يريد يتعارك هذا الولد. يا عمد وخر من ناد وخر، طلعت عربي انت شنو انت عراقي؟ العراقيين لاحقين بكل مكان حتى روح كندا. عمد روح استغفر الله. شلون شكولات على اهل عبرون الشوارع هاي؟ خربتوها الكندا، خربتوها. انتوا ايش جابكم هنا؟ حتى الكندا دقيقة. هذا الولد داني شايفه هذا. السلام عليك. شايفه بتركيا هذا الولد. دقيقة. منو هذا؟ كم سنة صار لنا ما نشافين؟ لك ابن زكي. لك هلا بالزين. عمي بعد كندي ما يتحاكى. يا هلا بجيراننا. يا والله. والله لقاء يعني من احلى الشغلات بكندا انه اشوف جعفر يعني. أيه من صدق. أيه يعني اني لا اجامل ولا هذا يعني صدق يا عمي. صدق اسف كلش راح اتونس وهسه طالعين نسولف وما ادري يعني جعفر اتونس وياه. يلا مشي يلا ليتس جو. هاي الرينج مال جعفر الزين، وهسه رايحين للكوفي شوب الزينه. وهذه شنو اسم هاي المنطقه؟ هاي داون تاون مساجا. داونتاون مسيساغا. اوكي هاي كلها اول مره. فدان سؤال فاني وجعفر على المناطق وعلى مليون شغله، ان شاء الله تفيدنا يا رب. الحلو هنا بعض العمارات مميزه، الشكل مالتها جدا جميل مثل هذه اللي هناك. شو اسمه هذا؟ مانجوناتا. هذا المانجوناتا. شوف ما اقدر. هذا المانجوناتا جعفر هسه خلاني اجربه، يقول لي سبايسي وسولتي. شنو عصير سبايسي؟ لك لبه المربى شيء مختلف ومو موجود بهاي الدنيا كلها. لك انت المختلف، لك عاش. اليوم الثالث ما ادري الرابع، ونقول صباح الخير. ماكو قهوه، هذا شاي للعلم. هسه رايحين نفطر الفطور السوري ان شاء الله. هذيك المسيساغا الداون تاون، زميسيساغا ما اعرف شنو الاسم او شنو معناه او ليش اخترعوه او وات ايفر، بس حلوه الداون تاون هاي. هذا هو الفطور السوري والفلافل المرتبه، صدق شيء مرتب. عندكم الشاي، طريقه تقديمه كلش عجبتني. هنا السكر طريقه حلوه، وهنا السكر ابو حميد همين والله الحمد لله على السلامه، هو اللي دلانا على هذا المحل. هاي الفلافل شكله شيء مرتب. المنطقة هاي كلها عرب، وين ما أباوع ما شاء الله عرب. فنايس الجمال هذا والشوارع كلها لمدة 3 أشهر فقط. فالله يعين الناس اللي بكندا 3 أشهر فقط يشوفون الخير. الأجواء الحلوة وراها كلها ينقلب ثلج وتحتاج سيارات رباعية ومن هالحكي، هذا والله أعلم. بشكل عام هنا المصاريف هواية أكثر من أمريكا، هواية سوالف ما كنت أعرفها عن كندا هسه بديت أعرفها. هاي أصدقائي وصلنا المجمع، يسموه مجمع العرب، مليان محلات. يقول لكم
بهاي المجمعات هنا اكو فوق ال 11 محل شاورما. 11 محل شاورما، واو شيء غريب. مجمع العرب، فما شاء الله هنا العرب سياراتهم رهيبة رهيبة أسطورية، كلها 2023 وفوق وهيجي، ومجمع حلو كلش راقي يعني مبين من شكله. أما الآن وقت التحلية، أنا أحب الموز وأحب الحليب أبو الشوكلت. هنا لاحظت كلش يحبون الرينج روفرات، ما أعرف شنو القصة بس الظاهر بالثلوج وهيجي الرينج روفرات والسيارات العالية. ماكو سيارات سبورت صحيح، أبد ماكو سيارات سبورت هنا لأنه أكثر الفترة ثلوج وهيجي، يعني السيارة السبورت صعب تسوقها يعني 3 أشهر بس تتونس بيها عرفتوا. فهاي كلها مجمعات مليانة محلات عربي أصدقائي، وهنا المسجد عبارة عن مثل الخيمة منفوخة، ما أدري شكله كلش غريب، أغرب مسجد راح أصلي بيه بحياتي. وهذا هو المسجد من الداخل، حلو تجربة جديدة، حتى بالمساجد همينة تجارب. فهذا القسم الثاني من المجمعات مال العرب الجديدة، فتعالوا افتحوا لكم بزنس هنا يا معودين، يشبيكم وطلعوا آلاف مؤلفة شهريا، آلاف مؤلفة. فهنا مثل ما قال لي جعفر الرنجات يعني كلش مرغوبات وصدق حلوة، بكندا تستاهلون عمي، اخذوا لكم رانج. فما شاء الله المحلات ما تخلص، اخذت جولة عليهم، اكثرهم متكررين، اكثرهم برجر شاورما حلويات حلاقين عقارات، يعني كل اشياء مكررة ما اعرف. فهاي هنا يم منطقة العرب أصدقائي، هنا كل هاي ما شاء الله أصحابها أيضا عرب، هذا كل بيت مليونين مليون ونص، ما أدري شيء غريب. هاي كأنما عمارة، هذه أرباحها تكون كلش عالية لو صاحبها يحولها مثل هذا البيت. هسه احنا مأجرين غرفة أرخص شيء بالمنطقة كلها $60 ويا التاكس، هذا أرخص شيء، هاي بلاش يعني ماكو أصلا خلصانة الغرف وكل شيء، هاي ماكو سعر. انتوا بس ركزوا لي على هذا الوحش الانفينيتي، هذا الكيو 60 الأحدث شيء، ما أدري كيو اكس 60 ما أدري، المهم. وأعتقد جربنا عشرات المطاعم هنا بكندا ما شاء الله. فكل الناس تحب الأكل، ومهما كانت الأزمة اللي نمر بيها الظروف الناس تظل تريد تاكل وتاكل برا، خاصة فما بالكم اذا الاجواء كلش بارده والناس عايشين على المساعدات والى اخره، فما يهتمون للفلوس. الشرح كلش طويل، فما شاء الله ما دخلت مطعم الا وشفته مفول وازدحام ودا يفتحون افرع، وهذا المحل قبل اسبوع فاتح، هسه توني اول مره دا اجربه. فهنانا البزنس مال المطاعم او الاكل كلش ناجح بشكل خيالي، اعتقد حتى اكثر من امريكا، بامريكا المنافسه اعلى مما هنا. السياقه بكندا لما تمطر بدا اشوف صعب خطر، مو مثل امريكا. فهسه متجهين الى شلالات نياجارا، ومن هناك راح ندخل على بافالو نيويورك، ومن هناك الى بنسلفانيا، وهواي ولايات حلوه بالطريق. باكر الصبح اصور لكم ان شاء الله الشلالات وهاي السوالف، مليانه اكتيفيتيز. شوفوا هاي يم شلالات نياجارا مليانه حبشكلات حلوه، كلش مكان سياحي وانصحكم تزوروه. فسبحان الله الغرفه صورت لكم اياها اللي بهذا البيت اللي المنطقه رويتكم اياها كانت محجوزه، فحصلنا شيء احسن وارخص يم شلالات نياجارا. وما شاء الله ما شاء الله على الاجواء والله، يعني ما رد احلف عبالك اني بطربزون على الجبال مالته ودت يا اخي فشي شعور مختلف مدى هسه. فد يوم تجون تزورون الشلالات نياجارا اذا الله هاد، وراح تحسون بهذا الشعور، شعور مختلف عن اي مكان على وجه الارض. اول شيء رحت صوت الشلال من بعيد كلش، ثاني شيء ما ادري ايش المكان يعني كلش عبالك ما ادري وين اني، بس تحس احساس مختلف كلش حلو.